بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب احفظ مصر، يا رب احفظ مصر. الأذان عشان أذن الأذان نبدأ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص بس معايا أنا في الكادر والله. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت محتاجه؟ الآن في مؤتمر جماعة الإخوان المسلمين نقول كلمات نسأل الله أن تكون صادقة لله أولا ثم لمصر الحبيبة ثم لشعبها ومنه الإخوان المسلمين. كلمات تخرج بمرارة في الحلق وغضب في الصدور من أجل هذا الوطن. نسأل الله أن يقيه شر الفتن وما بطن. الآن مع بيان جماعة ومنه الإخوان المسلمين. كلمات تخرج بمرارة في الحلق وغضب في الصدور من أجل هذا الوطن. نسأل الله أن يقيه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والآن مع بيان جماعة الإخوان المسلمين يقدمه الأستاذ الأمين العام الأستاذ الدكتور محمود حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم
الله الرحمن الرحيم مصائب وحروب أهلية حاولوا ضرب مقر رأس الدولة في جمعات متتالية أمام الاتحادية وفشلوا، ثم حاولوا النيل من مباني ومؤسسات الدولة بكل رموزها ووزعوا العنف في عدة محافظات ففشلوا. ها هم اليوم يستهدفون الإخوان ومقراتهم من أجل النفوذ إلى المجتمع وضرب بعضه ببعض، مستخدمين أحط الوسائل وأقذر المعارك من صبية صغار وبلطجية جناه، محاولين جر قاطرة الإخوان إلى دائرة العنف، ووضعوا في الواجهة عبارات وأسماء لم تعد تخيل على الشعب المصري مثل ثائر أو ناشط أو غير ذلك. هذه ألفاظ جيدة لكن استخدمت استخدام سيء. بالأمس الجمعة واصل هؤلاء المفسدون محاولاتهم فاعتدوا على مقرات الإخوان في المحافظات المختلفة، انتهكوا حرمات المساجد وحاصروها مستهدفين الآمنين بداخلها، ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين، وداهموا المنازل بوابل من المولوتوف والخرطوش والأسلحة البيضاء، وروعوا الآمنين من سكان المنطقة وتجارها. ونتج عن هذه الاعتداءات إصابة المئات من الإخوان، تم علاج غالبيتهم داخل المقرات، بينما تم دخول 176 حالة إلى المستشفيات، منها 26 حالة حرجة، نزيف بالمخ، نزيف بالصدر، وإصابات عدة بالخرطوش في العين والرأس، لعله أمام حضراتكم يعني صورة من هذه الصور التي لا نود أن نراها في مصر الحبيبة. كما تم حرق 10 حافلات، وهذا بخلاف تحطيم زجاج العديد من السيارات الخاصة، والاعتداء على مقرات بالمنصورة، المحلة، فيوم، المنيا، بالإضافة إلى الهجوم السافر على مقر حزب الحرية والعدالة في منيا للروضة، وسرقة محتوياته وترويع الفتيات به، وكنا يحضرنا لاحتفالات خاصة بالأم المثالية. إن بداخل الإخوان غضب واحتقان لا يعلم قدره إلا الله تعالى، يتعرضون لكل أنواع السباب والشتائم والنيل من الأعراض والاعتداءات قبل الثورة وبعدها، ويدفعون فاتورة باهظة بعد انتخاب أحد أبناء هذه الدعوة رئيسا للجمهورية في بداية عهد مدني جديد، ليواجه دولة عميقة متجذرة في أنماط الفساد والاستبداد. ومع هذا لا ينوون إنفاذ هذا الغضب إلا في إطار القانون والشكل السلمي، إيمانا منهم بأن الله سبحانه لا يصلح عمل المفسدين، وأن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، معتصمين بكتاب الله عز وجل، مستمسكين بسير الصحابة رضوان الله عليهم والصالحين الذين ذاقوا المرارات وتجرعوا الكثير من الآلام، وفي مخيلتهم أيضا تجارب تاريخية سابقة قدم فيها الرعيل الأول للإخوان المسلمين أعظم الدروس وأقوى العبر في الحفاظ على الحق وتوجيه الجهاد إلى ميدانه الصحيح، ولو كان للإخوان ميليشيات كما يزعم بعض الحانقين على الإخوان، ولو كانوا ينتهجون العنف لما صبروا كل هذا الصبر، ولكن أحكام الشرع هي التي تعصم من استعصم بها. آن الأوان للأجهزة الأمنية أن تضرب بكل قوة على الجناة والمعتدين على الحياة العامة والخاصة، وكل ذلك في إطار القانون والحفاظ على كرامة الإنسان والمجتمع. آن الأوان لأجهزة التحقيق أن تكشف عن أسماء ورموز المفسدين في الأرض، والذين أثبتت الأحداث أن بعضهم يدعي أنهم رموز سياسية، فلم يعد الوقت في وقت متسع لأي لبس أو غموض. حق المعرفة حق طبيعي، وخاصة للشعوب التي تسير في مسيرة الإصلاح والثورة على كل ما أفسده النظام السابق وأعوانه في المشهد الحاضر. كما أن على السلطة التشريعية تقديم كل ما يخدم منظومة الأمن في البلاد بشكل مهني ومحترف، حتى لا تكون الأيدي التنفيذية مغلولة عن القيام بواجبها. ونطالب كل قوى المجتمع المحبة للأمان والسلم الاجتماعي وكل الأحزاب
التي تنتهج النهج السلمي أن تقف وبكل قوة أمام دعوات التظاهر المحرضة على العنف وعدم الاكتفاء بإدانة الخسارة الواقعة، بل وإدانة أي محاولة للحصول على أي مكسب سياسي مزعوم من على مسرح العنف. ونعلن الآن وبكل وضوح أننا نؤمن بالسلمية إيمان منهج وأخلاق، ولكن السلمية لا تعني أن يكون الإخوان كلأ مباحا، أو أن يكون الوطن نهبة لسماسرة العنف أو لمنتفعين من فساد السنوات السابقة. وقد قررت الجماعة تتبع كل من دعا وحرض على هذه المظاهرات أو شارك فيها بكل الإجراءات القانونية التي ترد الأمور إلى نصابها، حقا من حقوقنا حتى وإن تظاهر بإدانة العنف، رغم علمه أن المظاهرات ستؤدي يقينا للعنف، بل وجاء بعضهم حاملا لأدوات العنف. وختاما، فإننا نحيي شباب الإخوان المسلمين الذين ضحوا بدمائهم الغالية والتزموا ضبط النفس على الرغم مما تعرضوا له من اعتداء، مقدمين صالح هذا الوطن على حظ نفوسهم. ولهؤلاء جميعا نتوجه لهم بالتقدير والإعزاز على هذا الصبر الذي لا يقوى عليه إلا أصحاب العزائم، متمثلين قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ونتوجه لمسؤوليهم أيضا بالتقدير على ما بذلوه من جهد في ضبط صبر الشباب على ما نالهم من أذى، رغم قدرتهم على الرد على ما أصابهم، كما نثمن مجهود كل من ساند الإخوان من التيارات الإسلامية ومن الأهالي لحماية مقراتهم. والله تعالى وحده هو الذي يثيب كل من ضحى وبذل وتحمل ضررا على نفسه وماله، والله من وراء القصد. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.